آخر موضوع قبل ما أتكلم عن أو قبل ما أستقبل فقرتنا الأولى وضيفي الأول، رمضان صبحي وبادجي. الموضوع ده الحقيقة من أول امبارح. أول امبارح قال لك إيه؟ فجأة لقيت كل المواقع بتكتب أو بتتكلم على إن في خناقة ما بين رمضان صبحي وما بين أليو بادجي، وإن الاتنين اتخانقوا مع بعض وضربوا بعض وعملوا وخلوا وسووا. طيب خليني اقول لحضراتكم الحقيقه، في بالفعل كان هناك مشاده ما بين رمضان صبحي واليو بادجي، ولكن يعني ايه مشاده؟ يعني ايه اتنين بيتخانقوا؟ هل ده ما بيحصلش في العالم كله ما بين في جوه الفريق الواحد؟ بيحصل. وانا اسف برضو ان انا بقول ايام ما انا كنت بلعب، انا اسف ان انا بقول هذا الكلام، حصلت كتير جدا. ومانويل جوزيه نهى التمرين مره برضو بدري. ليه؟ لانه ده الطبيعي، ده اللي بيحصل فيه أو ما بين اللاعبين. ولكن داخل النادي الأهلي مرفوض الكلام ده. يعني ممكن أندية تانية إيه؟ ممكن ما كانش يتم الإعلان عن الأمر، ولكن الكابتن سيد عبد الحفيظ طلع وقال لك إيه؟ قال لك يا جماعة خصم مالي على رمضان صبحي وعلى أليو بادجي، لأن الكلام اللي إحنا بنشوفه ده هو كلام مرفوض داخل النادي الأهلي. في أندية أخرى ممكن يحصل فيها الكلام ده ويعدي وينفوا. أنا والله لا أقصد حد ولا أقصد نادي ولا في دماغي موقف معين، ولكن أنا بتكلم على إن حصل إن اتنين لعيبة شدوا مع بعض، ما فيش أي مشكلة، بتحصل في العالم كله، ولكن كيفية التعامل مع هذا الموضوع هو الأمر المهم. كيفية رفض هذا الموضوع من قبل مدير الكرة ومن المدير الفني الحقيقة اللي أنهى التمرين، وبعد كده كابتن سيد عبد الحفيظ طلع وأعلن وقال إن توقيع غرامة مالية على الاتنين لاعبين سواء رمضان صبحي أو أليو بادجي. أنا بشوف إن ده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل فرق العالم. وزي ما قلت لحضراتكم، يعني في لعيبة كتيرة جدا بيبقوا في الملعب سخنين شوية، بيبقى عايز يكسب التمرين وعايز كل كرة أبصيها له وكل كرة أعملها له، والتعامل بقى مع اللعيبة. ولكن موضوع ونرفزة ملعب وانتهت، وكل واحد فيهم خد العقاب اللي النادي الأهلي من خلال مدير الكرة دايما داخل اللائحة بيبقى موجود، ومن خلال لائحة النادي الأهلي. لكن هل حد طلع قال لا يا جماعة ما حصلش؟ لا حصل. مش هنقدر نقول يا جماعة، لأنه النادي الأهلي دايما معودنا على الشفافية. أي حاجة بتحصل لا نطلع ونتكلم ونقول طالما حصلت. لكن صدقوني في أندية كتيرة جدا بيحصل فيها أكتر من كده ويطلع يقول لك لا ما حصلش. يا جماعة أنتوا بتهزروا، لا ده ما حصلش، ويبقى حصل مرة واثنين وثلاثة. هو ده دايما الفرق اللي أنا بتكلم فيه، إن إحنا ما عندناش أي حدود، إن إحنا لا طالما حاجة حصلت يبقى من حق جمهور النادي الأهلي يعرفها، ومن حق كل الجمهور يعرف إيه العقوبات اللي تمت على الاتنين لاعبين. وبالمناسبة الاتنين لاعيبة تنرفزوا شوية، سخنوا على بعض شوية، ده بيحصل على فكرة، سخنوا مع بعض على بعض شوية وبعد كده الموضوع انتهى. شريف إكرامي واتدخل وحسام عاشور اتدخل وخلاص الموضوع انتهى، ويلا تعالى اقعد جنبه والموضوع انتهى، وسلموا على بعض والموضوع انتهى. ولكن هل الموضوع انتهى بالنسبه للنادي الاهلي؟ لا. وهل اللعيبه متقبله الخصم اللي حصل؟ طبعا متقبله، لان اللائحه بتسري على الكل، على اكبر واحد في الفريق لغايه اصغر واحد في الفريق، اكبر واحد سنا لغايه اصغر واحد سنا. وهم رمضان صبحي تحديدا ده ابن النادي الاهلي، متعود على النادي الاهلي وعارف ان طالما في لائحه سيتم تطبيقها على اي حد، وبالتالي موضوع نرفزت ملعب وانتهت، وتم توقيع غرامة مالية على رمضان، وتم توقيع غرامة مالية على